السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده برنامج اسمه بيونت تيبيكالز. ده بيخليك تعمل الطريق بالمواصفات اللي انت عايزها. يعني ممكن تحط مثلا حارة للعربيات، حارة للناس اللي ماشية بالبايسكل، حارة مثلا الناس اللي يمشوا فيها. طيب ده بالشكل دوت اهو. تقدر تغير الفيو بتاعك، تقدر تقول الاوربت يبدأ يلف الشكل بتاعك او فري انت اللي تلفه. تمام، زي ما نشوف مع بعض. انا بدوس رايت كليك وببدأ الف المنظر بالشكل دوت. طيب القطاع دوت ممكن ان انا اكبر فيه، لاحظ ان هو بيبعد هنا بالشكل دوت، او اصغره زي ما انا عايز. هو انت بتشوف الحاجة في نفس اللحظة، فلو في اي تعديل تقدر ان انت تعمله. ممكن تشوف المشهد من فوق او من الجنب زي ما انت عايز. ده بالنسبة للكاميرا. ده السكشن نيم، تقدر ان انت تعدل السكشن نيم، الويدث بتاعك. تمام، كل مرة ممكن تختار جزء معين تكبر فيه او تصغر فيه زي ما انت عايز. الارتفاع ممكن تخليه مرتفع عن اللي حواليه. التكتشر تقدر تختار تكتشر بشكل معين، اسيت معينة تقدر ان انت تحطها في هنا نو ترافيك، او ممكن تختار مثلا بيرير اورانج، تحط اسيت بالشكل دوت اهو. او ممكن تغير الاسيتس زي ما انت عايز، كونستراكشن كون مثلا، او اول ترافيك بالشكل دوت. تمام، طيب خلينا نقول له الاسيت ممكن، يعني عندك امكانيه ان انت تغير زي ما انت عايز، او تقدر تجرب زي ما انت عايز. طيب ده هنا الاندر جراوند، بقى تقدر تدخل في الاندر جراوند لو انت عايز تضيف فايب معين او حاجه، تقدر ان انت تضيف وتعدل فيها زي ما انت عايز. سيكشن ليبل، طيب لو جيت هنا هتلاقي ان انت ممكن هنا تضيف سيكشن معين بالشكل دوت اهو. تقدر تضيف مثلا بايسكل. تمام، ممكن تضيف بريدج، دي موجودة في النسخة البرو بالشكل دوت. طيب بعد كده ممكن اجي هنا وتختار من البريست حاجات جاهزة مثلا اهوت، اقول له اكسبت فيتغير كل حاجة. ممكن اقول له لا ده انا عايزها حاجة شارع مثلا في مدينة بالشكل دوت، فيبدأ ان هو يغير لي كل حاجة بطريقة سريعة. هنا بقى مديني السكاشن الموجودة، اقدر اي سكشن فيهم ان انا اقدر ان انا الغيه، واقدر انظمهم في فولدرات. لاحظ كل ما بلغي واحدة بيبدأوا يقربوا من بعض. الانفايرومنت اللي موجودة، الكواليتي، الريندر لو انت هتعمل ريندر سواء فيديو او صور، الكواليتي اللي انت عايزها في عملية الريندر. هنا ممكن تحدد بقى وقت الشمس هيبقى عامل ازاي، وتعمل سان روتيشن. دي الاعدادات بقى في سيتنج خاص، مثلا انت عايز في جزء معين تخفيه، الكليبنج اللي هو القطر يظهر معاك ولا ميظهرش، الترافيك ممكن توقف الترافيك شويه عشان تدرس الموضوع، ممكن تعمل تسيبه للترافيك خالص ما بقاش موجودين، اليونت اللي انت بتشتغل بيها. تمام، طبعا غالبا بالمتري مش بالامبريال. السكشن لينس تقدر تعدل فيه، المحاذاه بتاع السكشن،
طيب دي افكت خاصه مثلا بالبلو برنت، يبدا يحاول كل البلو برنت بشكل دوت، يبدا يتحكم في الاختصاص تحته. الكروس عكس بالشكل دوت، بلو برنت بول بوينت، الفيسنج، المراحل ممكن تعمل كذا مرحله في المشروع، واللي اوت ممكن تخش في اللي اوت موديل وتعدل فيه بشكل مانوال، تبدا تعمل واحده واحده كريت نيو لي اوت.